نشاط فني كبير بتعيشه المطربة مروة ناجي وشكل ولوك مختلف ظهرت بيه الفترة الأخيرة من خلال إعلانها أغنية جديدة بعنوان حالنا. مش بس كده، لفت نظري كمان إنها أعادت أغنية المطرب تامر حسني أنا بس بتضايق، واللي حققت نجاح كبير على السوشيال ميديا بعد نزولها بساعات. هنعرف منها تفاصيل عن الأغنية وكمان السنجل الجديدة بعد ما نرحب بيها على التليفون. صباح الخير يا مروة. صباح الخير يا أحمد، إزيك؟ عاملة إيه؟ الحمد لله تمام بخير. إيه موضوع الكفر اللي نزلتيه لأغنية أنا بس بتضايق والفكرة جت إزاي؟ الحقيقة كنت بحط صوتي في أغنية ليا في اسكندرية مع الموزع حسام سعيد، وأثناء تسجيل الأغنية اتفاجئت بوجود المخرج محمد حسن أوكا، وهو صاحب صفحة فاترينا، أشهر صفحة بتعمل كفرز في مصر. تمام. فقال لي مروة أنا لسه راجع من دبي، إيه رأيك نتعاون مع بعض ونبتدي نعمل حاجة؟ وفعلا الفانز عندي كانوا طالبين مني إن أنا أعمل أي كفر، فقلت له يلا ما عنديش أي مانع خالص. سبت الاختيار لحسام وأوكا واختاروا انا بس بتضايق. اخترنا طبعا اللي هي كانت الفنانه الكبيره اصاله، ما كانتش التامر. احنا بس كانت اللخبطه نفسها ان احنا دايما المرجع بتاعك اليوتيوب، فاحنا بس كان التوقيت موجود لتامر، كان يعني كانت الفتره الزمنيه بس. اتضح ان اصاله مغنيها 2007، فكنت فعلا سعيده بالتجربه جدا جدا، وما كنتش يعني اتفاجئت كمان برد الافعال الكبيره دي. وسعيده اني غنيت اغنيه كفر لفنانه كبيره في حجم فنانه اصاله. انت اخترتي اصلا اغنيه مسار جدل كبير جدا بين تامر واصاله، هل ده كان مقصود ولا كان ازاي؟ هي الحقيقه ما كانتش مقصوده خالص، ما كانتش مقصوده اطلاقا. هو مجرد ان انا فعلا يعني اختار الاغنيه فعلا حسام ووكا، واخترنا الاغنيه بناء على حبنا ليها. يعني احنا كنا حاطين في القايمه او في الليست اللي احنا مقررنا كذا اغنيه، ودي حبنا ليها. وطبعا كلمات شعر كبير في قيمتها، اسنان عبد الكريم والملحن الكبير وليد سعد وتوزيع اخويا كمان كريم عبد الوهاب. ففعلا انا شخصيا كمان الاغنيه قريبه لقلبي، ما كنتش عارف اي فيدباك عن اي جدل او اي حاجه وبس. طيب انت اعلنتي عن اغنيه سنجل الفتره الجايه، عاوزين نعرف تفاصيلها منك. الغنوة اسمها حالنا. حالنا كلمات محمود الزنكلوني والحان حاتم عزت وتوزيع عمرو الخضري. الغنوة طرب ميكس، بص ميكس كده، غنوة ميكس بين اغنية طربية على انها تكون غنوة مقسومة سريعة، وفي نفس الوقت الكلمات نفسها كلها دراماتيك دراما، فهي ميكس كده غريب. فيعني يا رب تنزل وتعجب الناس يا رب. طيب فينك بقى من التمثيل؟ انت شاركتي في اعمال تمثيليه كتير الفتره الاخيره، فعايزين نعرف منك الفتره الجايه هتعملي ايه في موضوع التمثيل. الفتره الجايه عندي مسرحيه، هتكون على مسرح البالون ان شاء الله باذن الله. هيكون عندي ألمز وكعبده. هيكون مسرح غنائي بقى صح؟ مسرح غنائي استعراضي. احنا خلاص بدانا تقريبا بروفات، قدامنا شهر او اقل من شهر، وان شاء الله هيكون الافتتاح بتاع العرض. شرفتينا ونورتينا يا مروة، وكانت مكالمة حلوة منك، وشكرا ليكي جدا، نتمنى لك كل النجاح والتوفيق.